الدكتور حسين زعمون، شكرا جزيلا للدكتور حسين زعمون على هذا اللقاء ومحاضرته القيمة. أدعو مباشرة زميلي الدكتور مصطفى الرميلي للالتحاق في موضع أو مكان البي سي لدرجة الرسمي بتاعه والبدء في إلقاء محاضرة بعنوان مداخلة بعنوان الاكتشافات الأركيولوجية بموقع أشير كافة الأخضر وأهميتها لدراسة التعمير البشري لفترة أو لأجل التاريخ بشمال أفريقيا. تفضل. مشكور يا أستاذ. السلام عليكم. حاضرون. قبل أن أشكر على المنتدى على استضافتي، بعد بسم الله. موضوع أو المداخلة رسومة بالاكتشاف الأركيولوجي بموقع الشيخ كيف الخضر وأهميتها في دراسة التعمير البشري في جبهتين شمال الخير. الحقيقة هي فيها عدة إشكاليات، كاش إشكالية واحدة، فيها تعمير، فيها مرحلة فترة التاريخ الذي يقولون عليها أنها مبهمة وغير معروفة، ولكن هذه المداخلة لا أحاول أجيب على إشكالية كبيرة وهي التعمير في شمال أفريقيا، ولكن نوضح أن هذه المرحلة فترة التاريخ كي تسميها فترة، أنا عمري ما طلقت عليها فترة لأنها تمتد بين مرحلتين كبيرتين وهما عصور قبل التاريخ وعصور التاريخ القديم. وأظن أستاذ مراد زرارقة أستاذ عادل شاطرون على ذلك، وهما أظن أنهم يعرفون أحسن مني، إلا أن هذه الإشكالية تاع التعمير، ماذا نريد أن نقول بالتعمير؟ يعني هل وجود السكان كانوا في المنطقة، يعني نشأوا في المنطقة، أو عبارة عن هجرات خارجية؟ وهذه الجدال تبقى من يومنا هذا، يعني مازال لم يتضح بين آراء العلماء. ونحاول من هذه المداخلة هذه عبارة عن مقاربة لفهم هذا الموضوع وفهم ما ترك لفهم هذا الموضوع، يعني الدراسات والمعطيات التي تركت لإضفاء ضوء على إشكالية التعمير. كنقولوا التعمير في جو التاريخ الزملاء والطلبة الذين لا يعرفون الموضوع، في نهاية العصر الحجري الحديث، العصر الحجري الحديث لم ينتهي في مرحلة معينة وزمن مضبوط في كل منطقة شمال أفريقيا في نفس الوقت، هناك تفاوت في المكان والزمن. وفي جو التاريخ كذلك ظهر متفاوتا بين الشمال وبين الأطلس وبين الصحراء الشمالية، الصحراء الجنوبية، الصحراء الشرقية وهكذا. لأن التطور لم يكن خطي ولكن كان متفاوتا.
متشابهة ومتقطعة أحيانا، وهذا عندما نتكلم على المعطيات الرقم التاريخ ولا المعطيات في التاريخ نتكلم على الفراغات الياتوس، الياتوس أركيولوجيك، كأن مجموعة ظهرت ثم اختفت وظهرت مجموعة أخرى، هل هذا صحيح؟ هذا سوف أحاول أن أجيب عليه. موقع أشير، أشير الزيري، موقع معروف مشهور، بناه الزيري في القرن التاسع، وكان له إشعاع كبير في تلك المرحلة، في تلك العصرين، في القرنين، وكان يضاهي مواقع أو مدن أثرية كبيرة، سواء في تلمسان أو في المسيلة أو في مناطق أخرى. لم نكن نعرف عليه أي شيء قبل القرن التاسع، يعني آثار وجود السكان في هذه المنطقة لم نكن نعرف عليه. كانت محاولة تاع مشروع أشير في التسعينيات، وكنت أنا واحد من المجموعة، فأخذت على عاتقي هذا المجال، يعني مجال دراسة فجر التاريخ معالي الجنائزية. وأثناء قراءتي لكل المعطيات السابقة كأنني لم أفهم شيء، قراءتي كانت متوترة وطرح إشكاليات كبيرة في يعني في ذهني، هل فعلا نستطيع أن نقول أنه ليس هناك فجر مرحلة فجر تاريخ، ونعرف حنايا كاين تقسيم كرونولوجي دياكرونيك أن كل مرحلة لا ننتقل من مرحلة لمرحلة بطريقة فجائية، ولكن بطريقة زمنية تأخذ الوقت حتى نتخلص مما كان هو ماضي وما هو جديد ويكون تطور. فهذه المرحلة الانتقالية نسميها بعض تفصل بين عصرين، هذا غير صحيح، فهي متجاذبة بين عصرين مختلفين كبيرين، عصور ما قبل التاريخ وعصور تاريخية. راح نتعرض في هذا الخارطة نشوف أن كل دراسات حول مواقع فجر التاريخ أن الاكتشافات أو ما يعرف هي في الجهة الشرقية، في الغربية لا وجود لها. طرح إشكال آخر، هل التعمير كان في الشرق ثم انتقل إلى الغرب، أو درس في منطقة الشرق المنطقة الشرقية على حساب المنطقة الغربية وعلى حساب المنطقة الصحراوية كما كان بين الأستاذ مو حول الصحراء. الصحراء غنية جدا بالمعالم الجنائزية، والمؤتمر الأولى لها تصنيف خاص بها، خاص بها لأنها معطيات أخرى وتأثيرات جنوبية، وهذا كنت تكلمت عليه سابقا بالنسبة للتب، ولكن أحسن دراسة يعني لتصحيح بعض التصنيفات والمفاهيم هو اعتقاد الحدوش رحمه الله، يعني ده رسالة جيدة نعتبرها هكذا، عاج فيها البلد. إذا الإشكالية تاع الشرق والغرب مازال مطروحة. قضية موقع أشير، موقع أشير هو من ضمن سلسلة جبال تيكري، كلكم تعرفوا جبال تيكري. هذا الموقع، هذه السلسلة هذه ترتبط بمنطقة أخرى، منطقة أخرى وهي كما شفنا في الصورة، شوفوا الجهة المخططة، صورة سلسلة جبال تيتري مع الجبال الحمراء. أنا درست المنطقتين، يعني درست سلسلة جبال مواقع أشياء تيتري يعني كفخة، وجبال سلسلة جبال الحمراء، درست هذه المنطقتين وحاولت نربط بيناتهم. كل جل العلماء المتخصصون حتى الاستكشافيين يعني اللي درسوا هذه المرحلة يقولون على أن المعالم الجنائزية في شمال أفريقيا فقيرة جدا للمعطيات الأثرية وخاصة الأدوات، يعني الأثاث الجنائز، هذا غير صحيح وهذا سوف ما نبينه. الهدف من دراسة المعالم الجنائزية هي فعلا لمعرفة الطقوس الجنائزية، السلوك، معتقدات، كل هذا الشيء. ولكن كاين اتجاه جديد بدأ في
التحسينات وهو دراسة ليس الذي بان ليس الذي دفن في القبر في المدفن ولكن الذي بنى القبر ودفن الموتى. يعني هنا ندرس مجال آخر وهو بالنسبة للكعبة. يعني أعطوا أهمية الآن إلى الجثة كعنصر بشري يمثل المجموعة البشرية التي كانت سعيدة عندنا. اهتموا بالنوع البشري في شمال أفريقيا ليس فقط في فجر التاريخ ولكن خلال عصور ما قبل التاريخ، يعني نهاية عصور العصر الحجري المتأخر والحديث، لفهم هذه المعضلة. أو هناك ترابط أو هناك تواصل أو هناك انقطاع. كل هذه طرحت وأحسن من طرحها هو زاد كومس ثم فرنباخ وشنبه. راح نعطيكم عينينا فقط من جبال الكهف الأخضر حول جثة بسيطة جدا، طولها لا يتعدى 9 أمتار وقطرها يعني بسيطة جدا. وتشوفوا الأدوات التي عثرنا عليها، يعني لا يتصور أن مثل هذه المعادن الجنائزية البسيطة التي قيل عليها أنها فقيرة وتفتقر إلى الأدوات والأداة الجنائزية ممكن تعطي الأدوات. هنا فهمت في أنا تفهم بأنهم لم يهتموا بهذه المعادن كما اهتموا بعصور فينيقية والرومانية، ولهذا كان الجهل لا أقول مقصود ولكن الجهل في اهتمام بالشيء. عبارة عن تيميليس جثوة بسيطة سميتها الأكتيكات نسبة إلى موقع. شكل داخل البحر عبارة عن صندوق حجارة ركام وفيها صندوق الدفن أو ما يسمى الكيسون في النار. داخل الصندوق هذا ماذا عثرنا؟ عثرنا عن بقايا عظمية لخمسة أشخاص، امرأة بالغة، شابين، شاب يعني فات المراهقة وشاب مازال في مرحلة المراهقة، وطفل صغير وصغير. وأنا ذاك كان زارنا أستاذ باريس من جامعة باريكات وبدا رأيه وقال لك ربما تكون إبيديمي لهذا الشنو في جامعة، يعني عطاها رأي هذا. أنا كنت متحفظ لماذا؟ لأن طبقة الترصيبات الداخل تبين أن المرأة التي كان عمرها يتجاوز 25 سنة هي التي دفنت الأولى، ثم جاءت البقايا الأخرى بطريقة عشوائية. عشوائية هم يقولوا عشوائية يعني عقل ما، ولكن لها مفهوم أن آنذاك كان طقوس جنائزية ثم تسمى بالدفن الجماعي التدوي. معناها دفنت في مكان ثم دفنت في قبر نهائي، وهذا الذي سمي كذا. تلاحظوا ان حتى الحولين لقيناهم مازالوا في بعض عناصر العظام، يعني مثل الرسغ مثل الذراع مثل قالوا حتى بعض الخلخال، يعني نعرفوا الخدوات في التعالج. الأثاث الجنائزي بالنسبة للمعالم الجنائزية بينت عكس، يعني اكتشفت كان ذلك في التسعينات، بين أن هذه المعالم غنية وليست فقيرة كما يقال، وخاصية أخرى في هذا المعلم هذا. وجدنا عندنا دراسة تاع الأثاث الجنائزي أن هذه القطع يعني كانت مرحلة انتقالية بين عصور ما قبل التاريخ وعصور فجر التاريخ والتاريخ. تشوفوا قطع تاع الفخار مصنوعة، قطع تاع بيض النعام كذلك مصنوعة، وهذه حولي قديمة عرفت في الحضارة التفصيلية وعرفت في الحضارة الإيبيرية المغربية. يعني مازالت مستمرة في هذا. وداخل نفس القبر نوجدوا حولية عبارة عن أقراط وخواتم، حتى خاتم فيه بعض الرسومات.
وكلها من النحاس افضل برونز النحاس الطاير النحاس الكبير موقع اخر بمنطقه الحضنه عباره عن قبر يعني بازينه ماشي هذا هذا ولكن سيكولار سيكونسكريبشن كوتور شوفوا الحلول الموجوده يعني مما يدل انها فعلا غنيه حتى المواد اللي كانت موجوده يعني كان هنايا سبعه مواد حتى الماكرو كاين في النهايه اتجهت دراستنا الى معرفه النوع البشري الذي كان سائد ذلك الجماجم الخمسه يعني ليست في فرجيني ولكن جمجمتين سمحت لنا اساسا يعني درسنا كل بفضل كذلك مساعده الاستاذ الشيخ انذاك هي اللي ساعدتنا في الدراسه هذه وش بين الدراسه الانثروبولوجيا المثليه بينت ان خصائص السحنة هذه المجموعه تشبه مجموعه الاقنيه مجموعه بني مسوس ومجموعة الحضرة يعني مما يدل أن هناك توافق من ناحية الشكل أو المورفولوجيا جماجم مستطيلة الشكل متقاربة هذه خاصية شمال أفريقيا سكان شمال أفريقيا نجد واحد تذكر المقطع هذا سوف أقولهم جمجمة مرتفعة يعني الحجم تاعها احيانا حتى 73 سنتيمتر او الكتله 73 سنتيمتر مكعب قنوصها يعني هذه الجهه منفرجه يعني ليست مرتفعه هكذا منفرجه ولهذا هذه الخاصيه اللي سموها في التصنيف تاعنا تاع سكان شمال افريقيا اللي زافرو كوكاسيان هذه الخاصيه اللي جعلت من ضمن هذه المجموعه لسنا بيض ولسنا سود ولسنا حمر ولسنا صفر اذا صنفونا اللي صافروا كوكازيان بالنسبه لنا هذا المقطعين الجمجمه عريضه فعلا تمشي في الطلبه تشوفوا الميزاجين كان جمجمه عريضه مرتفعه هذه سوريه وهذه خاصيه خاصيه هذه المجموعه حتى في كورونا تاع لسان كورونا مليعه لسان كورونا الجماجم ليست في حالة جيدة ولكن كلها مستطيلة متقاربة نوجد أحيانا الجبهة ليست كلها عريضة ولكن ضيقة وهذا ليس فرق أنثروبولوجي ولكن تنوع مش عارف ماشي ديفرسيتي راسيال ولا إثنيك ولكن c'est un aspect de différence de type où on a jamais de faire rien qu'un point de temps à rebord de l'idéal de l'idéal il est là de la patte à rebord un fond à rostre qui est un carré une jumeau à fin une jumeau à la rave à la rave à la jumeau à la rave 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 سكان تاع المشرق ولكن تروح دائري هنايا وهذه خاصنا لاحظوا جمجمة مرتفعة وجه طويل وضيق وجه طويل وضيق من القواعد المشتركة العربي أو مشتركة الفلول نروح بسرعة نخش في وقت زيادة ولكن نحاول كاين جمجمة مستطيلة جدا يعني متطولة وهذه خاصية موجودة عند الإنسان كورونا يعني قنص والجملة المنفرجة من خاصية أخرى محاولة تحديد النوع والسن حددنا السن والنوع هذيك الأخر بناء على دراسة هذه المجموعة وش يهمنا هنا في الدراسة يهمنا أن بالمقارنة تكون عندنا أفكار بالنسبة للسن بالنسبة للسحنة
ينقص حناس من تيب مورفولوجيكا كما نقولوا فاسيس مغربا، يعني كما راه واحد يقول صحيح في المغرب، هذا من المغرب ما نقولش كان مغربي لا تونسي لا جزائري ولكن يقول لك انها مغربيه. اذا باش ما نطولش تعتبر بقايا اقرب واحسن مثال لدراسه المجموعات البشريه التي اثرنا عليها وخاصة بقايا أخرى وهي تعود إلى الناس الحجري المتأخر لدراسات يعني شاملة 76 هي في الحقيقة 75 ولكن دراسة كانت 76 دراسة أخرى يعني لي زون دو سيكيورتي في المياه البوطو هيستوريك إي بيونيك يعني تاع المقابر تأثر على مجموعة كبيرة وحتى مقابر الفينيقية البوذية درستها وجدت أنها ما تتشابهوش مع أنها تتشابه مع تاني الترابط بين كونتينيتي سيبيوتيب مورفولوجي جمجمة مقبرة نيبالية العربية تشوف الجمجمة هاي المتطورة اللي مش عارف تشوفها على الجهة الأخرى متطورة جدا وهذه خاصية موجودة على الإنسان خاصية تاع المجتمع العربي المتوسطي شوفوا الجبهه طويله عريضه وشوفوا على اليمين يعني الجهه اللي تاع المجتمع العربي المجتمع العربي وين الوصول شويه مرتفعه اذا عندنا تنوع في الشكل نفس الشيء رجعنا مستنيه الاختصاص مثلا الوقت كورناطا جمجمه متطوره الوجه عريض. الصورة هذه ليس لها علاقة بالنوع الأنثروبولوجي ولكن هذه قطعة من البرونز وطلع عليها في موقع كورونادا من قوة المقابر هذه قطعة من البرونز مع أن ترانا في البداية حسب العلماء قلت رانا في مرحلة الكالكوليتي أو الشاطوليتي وهذا ما نستفيد من خلاله أن تلك المقابر ظهرت في العصر الحجري المتأخر، العصر الحجري الحديث، واستدامت بوجودها إلى العصر الفجر التالي. الفخار نفسه ميزة خاصية تبين ذلك قطعة العصر الحجري موقع كورونادا هو فخار مليدي بكل مزايا تاعو تاع الزخرفة والتقنية والعجينة المستعملة، طريقة الصناعة مع ترانا الموزان كونتكست. بيباليوليتيك يوليتيك سي تريز امبورتون رجعت شويه للور وشفت الدراسات اللي قام بها في دربات يونان بيرجو بابيو ديرتو فعلا كانت دراسات سطحيه ولكن فيها معطيات كان اي واحد ممكن يستغلها ولكن احسنها هو اللي قام بها حفريه روفو 1938 ودرسها دراستها شملة وفي الدراسة هذه بينت أن هناك عدة عناصر من ناحية السحنة وليس هناك تنوع في الجنس. فهموا إن شاء الله كاين في الشكل وليس في الجنس ولكن الجنس واحد. المجموعات اللي درسها اللي بينتها شملة واش تقول لك أن هناك نمطين أو نوعين، الأول يمثل شعوب الجزائر أصحاب الجمجمة الدائرة المرتفعة بوجه عريض، والثاني ذوي الجمجمة الطويلة والمتطاولة يعني برولونجي أو ألونجي بوجه مستطيل بأسهم قوية تتنوع بين الضخم إلى الناحية بالنسبة للرجال، أما النساء فهن ناحفات نوعا ما، وهذا شيء طبيعي. المجموعة الثانية واش تقول عليها؟ ما فهمتهاش الاستخلاص تاعها. تقول لك أن النوع المجموعة الثانية هو نوع عنصري أجنبي من ناحية السحنة وهذا من منظور أثري محض شوهد فيما قبل ميغاليثيا معناتها كاين عنصر جديد فيما قبل ميغاليثيا وفعلا فينيقي ولكن فينيقي الذي لم يفهمه حيث يتم التخصصات بين الشروق في الجو التاريخ والبوذيين في شمال الشروق هو حوض المحطة بالمتوسط 13 متر نصهم بالميديترانية من المعطيات الانثروبولوجيه الموجوده في المقر سي تان تيب ميديتيرانيا يعني الضفه الشماليه اللي معرضه للمتوسط الضفه الجنوبيه هناك هناك ساعه
هل تغير في النظام؟ وهذا غير مستحيل، وهذا مستحيل يعني مستبعد. هي ما تجاوبتش على هذا المدى، ما تجاوبتش لان قال دراسه ديالكم اي تاريخيه وكرونولوجيا، وهذا ما هو مطلوب من تخصصون الجوده واللي يهتمون بهذا الموضوع ان تكون دراسات متعدده التخصص يعني تدير ديسبلوماتيك pour les membres ce genre de question. Même si vous avez un jour, vous avez un jour, vous avez un السحنة، ولكن ما تجاوبش على